مرحبا، اليوم الفيديو عبارة عن 40 حقيقة ومعلومة عن أنس وأصالة، لكن قبل ما نبدأ بعرض الحقائق نرجو مشاهدة الفيديو للنهاية، خاصة أن المعلومات مشوقة وتكشف لأول مرة. أولاً، أنس مروة ولد في 12 يناير عام 1992 في مدينة اللاذقية في سوريا، ويعتبر أن أكثر شيء يربطه ويذكره بسوريا بيته القديم بالشام وتحديدا بالمزة. يحمل جواز سفر كندي. خرج من سوريا وهو بالصف الأول الابتدائي، غير مستقر بالعالم العربي رغم أنه عاش لسنوات في السعودية، ويبرر ذلك بأن محتواه يلقى رواج في كندا. نشأ في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وعاش أطول فترات حياته فيها، ويعتبر أجمل ذكرياته كانت في الحارة حيث كان يسكن منطقة فيصلية. نجح في يوتيوب بعد زواجه من أصالة، واعترف أنه قبل الزواج فشل كثيرا على يوتيوب. لم يعتزل مجال اليوتيوب رغم الضغط الكبير، لأن الجمهور سعيد بمحتواه ولأن العائلة تشعر بالراحة بالعمل في هذا المجال. الدخل الشهري من يوتيوب 10 أضعاف دخله القديم الذي كان 3000 دولار، أي أن دخله الشهري من يوتيوب يصل إلى 30,000 دولار. لم يعد لوظيفته القديمة حتى لو أغلق اليوتيوب قناته، وقال أن لديه خطة بديلة للاستمرار في عالم السوشيال ميديا. أكثر شخصية على يوتيوب جلبت لقناته متابعين من خلال التعاون معهم عصابة بدر وعائلة مشيع. يعتبر أن أهم نصيحة للنجاح في يوتيوب هي الاستمرارية. الفريق الرياضي المفضل ريال مدريد. يهتم بالسياسة والأخبار، ويعتبر ذلك هواية كونها دراسته الجامعية، حيث تخرج من ماجستير الإدارة السياسية. أكثر شيء يستفزه في أصالة عدم الاهتمام بأشياء مهمة في حياتها، أو ما قال عنه التطنيش. يعتبر التصنع أسوأ شيء في عالم اليوتيوب. لا يعتبر محتواه تافه، وإنما ترفيهي تماما كالممثلين ولاعبي كرة القدم. يقرأ تعليقات المتابعين على يوتيوب بشكل كبير. يقول أن زوجته تدعي الغيرة أكثر مما هي غيورة. أكثر عمل على نتفليكس يفضله The West Wing. يوصف نفسه دائما بالمحافظ من ناحية عدم ممانعة إظهار ما تربى عليه في حياته على السوشيال ميديا. قام بإنشاء حساب لميلة على الانستغرام ويضع صورها فقط، ولا يستغل الحساب للإعلانات. يرفض اعتبار حياته دعاية، وأنه لا يدفع أي شيء. ثانياً، أصالة المالح. ولدت بتاريخ 22/7/1995 في دولة الكويت. أصلها سوري، ولكنها لم تقم بزيارة سوريا ولو مرة في حياتها. نشأت وعاشت في الولايات المتحدة الأمريكية. المؤهل العلمي بكالوريوس علم نفس. أكثر أغنية تغنيها الحب زي الوتر. طموحها القادم أن تصبح دكتورة عيون، وبالتالي ستعود للدراسة من جديد. أكثر شيء يستفزها بزوجها أنس عدم النظافة. ترفض إنجاب طفل ثاني رغم رغبة أنس بذلك، وتعلي ذلك بصعوبة ولادة ميلا. تعتبر الحياة الزوجية وتربية الأبناء أمر شاق وغير سهل بالمطلق. اعترفت أن نسبة الخصوصية بحياتها 10% فقط، وأن ما عدا ذلك فهو معروض على السوشيال ميديا. تخاف من الحسد، قص أنها تعرض حياتها على السوشيال ميديا. تغار على زوجها أنس حتى في عالم اليوتيوب. اعترفت أن العمل العائلي الجماعي كان أكثر نجاحاً، وأن عملها منفرد لم يكن مجدياً. قالت أن أنس هو العقل المدبر والمخطط لفيديوهات القناة، وأنه لولا أنس لما قامت بتسجيل فيديوهات. تطمح أن تحترف الغناء وأن تصبح مغنية في نطاق اليوتيوب. تعتبر أنسب وظيفة لها أخصائية أشعة. قامت بإنشاء قناة أخرى خاصة بها عن الطبخ والمكياج، وليس بداعي الانفصال عن قناة أنس مستقبلاً. ندمت على انتقادها القديم لهيفاء وهبي عبر أحد منشوراتها. وفي نهاية الفيديو لا تنسونا من اللايك والشير والاشتراك. قناة ألوان يوتيوب.